واللهفه تضرب قداش نوليو محلينا. ليه ليه دجاج ما فماش؟ خليني نشري كدجاجتين على ميتي. عليه مشي تقطع دجاجة؟ فما الحوت، فما شفريت، شفريت ياسر بنينة، تعملها في العجة، تعملها في المقرونة، تعملها و3500 طل تاخو تشبع بيه. السكر يجي وما يبدأوا بالصف وهي راي عندها في دارها صل بالسكر. انا كي ما نطيبش سالع سيده بزقوق شنو باش يجرالي؟ ما جرالي حتى شيء. الدجاج مفقود ليامات هذه في الاسواق ولا اي شويه؟ مش برش مفقود شويه. اي تقديرك عالي؟ والله ما نعرفش، ما عنديش فكره، هما قالوا زادوا فيه ولا شنو، وما نعرفش تبارك الله. ما فماش الدجاج هكا، فما الحوت، فما اللحم، فما شفريت، اللي يحب راه، فما شكشوكه يعمل شكشوكه، اللي يحب ينجم يعيش راه في تونس ويعيش احسن عيشه. القناعه يلزم عباد تكون شبعانه، هي في ذات نفسها شبعانه، مش عباد اللهفه اللهفه اللهفه. السكر يجي وما يبداو بالصف وهي راهي عندها في دارها صل بالسكر، ما تخمم في غيرها. انت كيلو وانا كيلو والاخرى كيلو. الدجاج تسمع بالدجاج مفقود، تولي تشي في دجاجتين ثلاثه وقت اللي كانت تجي في زوز افخاذ. فهمت؟ احنا في تونس الحاجه المفقوده نزيدوا ونوليو باللهفه ناخذوا فيها. انت تعتبر انه اللهفه احد الاسباب اللي تخلي هيك؟ اللهفه هي اللي تخلي حاجات تنقص من البلاد، راه نقصوا شويه لهفه ونكونوا شبعانين ومقتنعين احنا في ذات نفسنا. حتى شكشوكه توكلني نعلم اولادي القناعه، مش كل شيء هذاك ناخذوه هذاك نعملوه هذا. انا كي ما نطيبش سالع سيده بزقوق شنو باش يجرالي؟ ما جرالي حتى شيء. وقادره باش نطيبها العسيده بزقوق؟ ما نطيبهاش، ما ناخذهاش انا ب 58000 عليه. فهمت؟ معناتها العباد تنقص شويه لهفه، نحترموا بعضنا، نخموا فك الزوالي. تو ترى الدنيا ترخص وتولي الدنيا الكل موجوده، نخمو هكا في بعضنا. حتى البركة قلت، صحيت خاطرنا نلهفوا برشا. هني قلت لك الرغبة، الرغبة هيت، قلت لك والله يقفوا على المجازان الصف بثلاثة كيلو. ونفس المرأة ريتها الجمعة اللي قبلها، أنا داري بجنب المجازان، نفس المرأة هي بيدها ريتها قبلها جاهزة زوز صاشيات، تبيع فيه السكر واش تعمل بيه؟ هكيكا لهفة، هاني شريت، هاني عندي برشا سكر عليه. مو خلي غيرك. اي قسما عذا من هي عبد، مانيش فخره. قديش من مره نمشي المجازان ندخل باش نقضي حاجه، نلقى راجل كبير يقول لي ما عندي السكر، نقول له اصبر، ندخل نعبي له نجيب له حكه، نقول له هزها بلارها بكلها، عندي عندي ماخذه زوز كيلو شادوي شاديني قديه. مش لازم نطيب جاتو، مش لازم، مش انا قصدي معناتها باش العباد الكل تتحرم والعباد تسمع تقول لك انت ما تحبش الطيب، انا نحب نطيب جاتو. لا يلزمنا كيفاش يقولوها معناتها، اي صحيت، يلزمنا هكا نتوازنوا مع الحاجات، نرحموا بعضنا. يرحم والديك كما قالت، يلزمنا نرحم. تلقاهم نساء كبار ورجال كبار شادين الصف على المجازانات على السكر، وهو السكر مضر بالصحه. مش لي هو راه البنت ولا الولد يشري، مسكين يمشي يقف بالساعتين بثلاثه باش يشي الولد ولا بنته، هو راه في الدار عنده ستال مليان بالسكر. فهمت؟ نحيو اللهفه، والله نحيو اللهفه. تدرى قداش نوليو محلينا ولا عندها كرتوش حليب في الدار، وتمشي كل يوم وتشد الصف وتشي باكل حليب وتبدا تلحلح بالعطار، تكمل اللي عندك. دجاج لهفه تودي؟ لهفه، حتى دجاج لهفه، لهفه دجاج. انا بعيني قلت لك اللي كانت تشي في شطر دجاجه وتشي في زوز افخاذ ولا تشي في دجاجتين. ليه ليه دجاج ما فماش؟ خليني نشري كدجاجتين على ميتي. عليه بشي تقطع الدجاجة ولا اللحم؟ بشي والله تقطعها وتقطع، هي خليه تقطع. فما الحوت، فما شفريت، شفريت ياسر بنينة، تعملها في العجة، تعملها في المقرونة، تعملها و3500 طل تاخو تشبع بيه. توسع بالك وتنظفو تاخذ تشبع بيه. فما ولد بحر وميقا؟ فما ولد بحر، ما نقولكش ما فماش، غالي شوية. فما سردينة 8000، وفما أما شفريت أقل حاجة، أرخص حاجة شفريت، صدقني تعمل بها كل شيء، قسما بالله حتى الكفتة تعمل بها الكفتة. يلزمنا نتعلموا، يلزم الكبار يعلموا الصغار. هذيك ما فماش، ما نمشيش نشد الصف عليها. أنا وصلت ما فماش حليب، نعمل بسيسة، هيك البسيسة موجودة، علموا صغارهم بالبسيسة، ياكلوا البسيسة الصباح. شنو اللي فيها القوة المنفعة هو الحليب؟ راه ما فيش منفعة الحليب.
يعطيك.